واش الدراري، السلام عليكم، مرحبا بكم في انذر رياكشن فيديو. لا رياكسيون ديال اليوم سيتي سوجيري فاش سولتكم في الديسك اللي فات ديال ايزاك، ديال فوبيا ايزاك، وقلت لكم عطوني اقتراحات ديال لي رابور الجايه. واحد الدري قال لي جيتو 16 والديسك سميتو داميلو. اتصلت له الديسك اول مره غادي نسمع ليه، نشوفوا داكشي كي داير ونهضروا من بعد. ليتس جو. Oh yeah. ايش تعرف وين؟ نخدموا على منا ونفرسوا كمال اللاب طلعوا طول الجول. بوزو دي سون هاست لانا دو سي سون بي فور دو تو لي كول. او يا بيبي. راسي ميتي فوتو بصحتك البيطالة نعطيك سلاح. او يا. جوني غير اسيري فيك سي با موا كي با جيري. ما كان له السلام عندك تتلاح الكاري دونجي. خطيك من الكلام مازال لا ديميسيون هذا غير بروجي. ديكوفريت باللي لقيتو امباراتو رياض مازون مرياح ما كاش قاري حس بيا. الراب هذا خماج غير بدل البلاصة ماشي رخيص كيما انت اللي تجري بساسي حاب تخدم كرو سكواتي لي بازار ما نقدرش نتوشي كي توسخ من كاسي ناكم دا بيتود معروفين كي جون سراوين سوا ما هاربين عارفين نرفدو الاعلام سلحنا الرجلة وعليها شادين. اسمع شحال وانا حاب نسقسيك على واش خو لي في راسك وراسي يا اخي قلتلك تخطي ما تقوليش كاع خطي مالا سيمي واش راح يسال ماكش فاهم مقصودي اصبر تشوف ما تقوليش اللي حاسبها سايبه ما يعرفش الكود ارمي فينا المليح خاصك من الوسنا خطيك من ناروح ما كسلح بصلاح تعاود تبان تولي في حصلاح طولني بالك زيد حسب لي تاني دوك فيلك حسابك دام اللجوك راسي مي ونراح يدوك يغلقولك بيبانك فوق علي فول يحوسو علي باساج طايح كونتر طومي طرابي ديكالي لو قبسو في باك انت كوني سيباري لي ميتو لي صالو لي كابون فاري راه باش تسمعنا لازم تكون قربة تمدى بالباس باس تشيك سنة بيا البيف زاف فرمون بنا تلكم نحبس باسيلونا مردو كربين لكم ميجا باسيتي ام ماكسيما سكسي لفهم جميع اللي تستع قاسو تو سويس فون طالي دي بيستي من فيدي راح يقلبو الفيستا عرف الفيس فين لع الليستا لع الليستا و سميني ما كاش كيفاش تكون باطيني انت مون فيستون طايح بوندي مالا تغلط باليني داميلو ديريكت باي يزيد ايت حمادوش نايس. الجروب سميتو غيتو 16 تيكون جوج ديال العناصر جوج ديال لي رابور. موسيقى غادي هارد كور شويه ما عرفتش واش دوزو داك كلاش وسط الديسك حيت انا ما عرفتش القصص اللي واقعين بين لي رابور تما في الجزائر. الكليب ملعوب في ثلاثه ديال البلايص البحر صالون كوافير وفي قهوه ديال الشيشه الجزائر واقيلا عندهم قن الشيشه باليا على اين. واحد الحاجه اللي عجبتني زوينه في الديسك داك الديكور ديال الكونفرساسيون بيناتهم تتلاحوا لي مو بحال هكاك هو تيسولوا الاخر تيجاو هذاك سيت نوفو ستيل بغينا نقولوا قليل اللي تيديرها. المهم عجبني الديسك
تحية الاخوان الجزائريين حتى هما الراب ديالهم راه غادي يمشي يتطور غادي في واحد ديفلوبمون. المهم انا جاوني بزاف ديال لي رابور، واحد الدري الله يجازيه بخير كتب لي بزاف ديال لي رابور الجزائريين، غنشوفو كل مره غنديرو رياكسيون ديال شي ديسك فيهم. كنتو مع غيتو 16 ديسك سميتو داميلو، هادشي اللي كاين هادي هي لا رياكسيون ديالي، نتمنى تكون عجبتكم. ما تنساوش المشاركه في القناه والضغط على زر الاعجاب. نتلاقاو في رياكسيون اخرى ان شاء الله في وسط الدرس. الى اللقاء، السلام عليكم.